رحلة يومية مع الكتاب والمفكرين والأدباء والباحثين في أنحاء العالم، ورؤى جديدة في السيرة العطرة لخاتم الأنبياء والمرسلين. عليك سلام الله يصورها لكم محمود مرسي، نادية رشاد، رشدي المهدي، سعد الغزاوي، مرسي الحطاب، ومدحت مرسي. يصحبكم في الرحلة بعون الله فتحي لبياري كاتبا، ومعه بتوفيق من الله مجدي سليمان مخرجة. وأعدل من ساس الحياة على الهدى، وأحزم من راض الخطوب وأشجع. سلاما رسول الله ما هب مسلم، وكبر باسم الله جهرا وأسمع. سلام الله، سلام الله. يا حبيبي يا رسول الله، يا خير الأنام وخاتم الأنبياء والمرسلين محمد، عليك أفضل الصلوات وأزكى السلام. يا من بعثت لتكون نبعا للحب يغترف منه البشر، أصفى وأنقى ما في الوجود، الحب في قمة صوره. يا من اختارك الله سبحانه وتعالى من جوف الصحراء لحكمة بالغة، واصطفاك من بيئة الأصنام لتكون هاديا للبشرية جمعاء. الله أكبر. ألمح الآن شعاعا ورديا يتدفق في الأفق، والنجوم تبهت لونها، ويطرق مسمعي لحن موسيقي يتردد صداه في هدأة الفجر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. والألحان الأخيرة من هذا النداء الذي يردده المؤذن تنتشر بين المنارات السامقة فوق أعالي البيوت وذوائب نخيل الواحة، ذاهبة إلى حيث تذوب في جنبات الصحراء اللانهائية. وعندئذ يهب المسلمون من أعقاب نومهم مزملين في أرديتهم البيضاء الشبيهة بأكفان الموتى، وقد عرضتهم رجفة هذا النداء، فكأنما يهبون من رجفة يوم النشور. وهناك يتقاطرون نحو العيون فيطهرون أتم طهارة، ثم ينتظمون صفوفا طويلة متحاذين بمرافقهم، متوجهين وجهة واحدة نحو كعبة مكة المقدسة. تلك الكلمات كانت من مقدمة كتاب محمد رسول الله للمفكر الفرنسي إتيان ديني، الذي أعلن إسلامه عن إيمان واقتناع، وأصبح اسمه ناصر الدين دينيه.
ويعتبر من أكبر المدافعين عن رسالة الإسلام والرسول الكريم، وقد اشترك معه في هذا الكتاب سليمان ابن إبراهيم، وترجمه إلى اللغة العربية الدكتور عبد الحليم محمود والدكتور محمد عبد الحليم محمود. ولد ناصر الدين دييني أو ألفونس إتيان دييني في باريس عام 1861، وتوفي عام 1929. واحتشد لتوديعه عدد كبير من رجال الفكر الفرنسيين والرسميين أيضا، ودفن في مقبرة أعدها لنفسه في الجزائر في واحة بوسعادة. مات مسلما على مذهب أبي حنيفة. وناصر الدين دييني كان من كبار أهل الفن ورجال التصوير، وكان صاحب طبيعة متدينة أيضا كثير التفكير. وعندما هداه الله إلى دين الإسلام بعد تفكير وجدل عقلي مع نفسه، أصدر مجموعة من الكتب، منها أشعة خاصة بنور الإسلام، حياة العرب، حياة الصحراء، ربيع القلوب، والشرق كما يراه الغرب. ومن أهم كتبه ما جعله تاريخا لحياة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو السيرة النبوية في مجلد كبير جليل وضعه باللغة الفرنسية وزينه بالصور الملونة البديعة من ريشته الخاصة، يمثل فيها المناظر الإسلامية ومشاهد الدين ومعالمه. وقد طبع الكتاب طبعة غاية في الإتقان والعناية، حتى إنه لا يعد تحفة من تحف الطباعة. وكان ناصر الدين دييني يرى أن عنصرين من عناصر الشر يتألبان على الإسلام ويهاجمانه، وهما رجال السياسة الاستعماريون ورجال الدين المتعصبون. ولذلك اتجه في الدفاع نحو الهدفين، وأصبح مناصرا للإسلام مدافعا عنيدا عنه بالفكر والمنطق والعلم. وكان كتابه محمد رسول الله من الكتب العظيمة التي صور فيها حياة الرسول الكريم وتاريخ الإسلام. والآن نعيش معا هذه الصور من حياة الرسول الكريم محمد أفضل الصلاة عليه وأزكى السلام. في أحد مشاهد السيرة النبوية نرى بعض رجال من أشراف قريش وقد اجتمعوا في الكعبة، ويدور حوار بين أبي جهل وأبي سفيان وأمية بن خلف وغيرهم. أسمعتم خبر هذا الدين الذي جاء به هذا الرجل؟ تقصد محمدا يا أبا الحكم؟ إنه يبغض آلهتنا. لقد اتبعه بعض القوم وإنهم لا يستخفون بصلاتهم في شعب مكة. لقد علمت أن محمدا قد اتبعه أبو بكر وعثمان بن عفان وسعد بن أبي وقاص وآخرون، وأن سعدا استخفى البارحة في نفر من أصحاب محمد في شعب من شعار مكة، فظهر عليهم نفر من قومنا وهم يصلون فناكروهم وعابوا عليهم ما يصنعون حتى قاتلوهم، فضرب سعد رجلا من قومنا فشج رأسه. إنها لفتنة يحدثها محمد. بل هي بدعة يحدثها في العرب بنو عبد مناف. لعلهم يريدون أن يظهروا ويذهبوا بها فضلا على العرب كافة. هذا لن يكون. ولماذا يا أبا الحكم؟ لقد تنازعنا الشرف نحن وبنو عبد مناف، أطعموا فأطعمنا وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا، حتى إذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي يأتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك مثل هذه؟ كلا كلا، واللاتي لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. وقد أثارت دعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الواحد الأحد ضغائن قريش، واستعدوا لمحاربته. وقد جلس نفر من قريش في حي من أحياء مكة يتحاورون كيف يحاربونه، ودار حوار بين الوليد بن المغيرة وأبي لهب. يا معشر قريش،
يا معشر قريش، إن موسم الحج قد حان، وإن وفود العرب ستقدم عليكم فيه، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فأنت الوليد بن المغيرة، قل وأقم لنا رأيا نقل به. بل أنتم فقولوا أسمع. نقول كاهن؟ لا لا، واللاتي ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان فما هو منهم. نقول مجنون. لا، ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه. نقول شاعر. ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزجه، وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. نقول ساحر. لا، ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم فما هو منهم. إذن فماذا تقول أيها الوليد بن المغيرة؟ ماذا تقول؟ واللاتي إن لقوله لحلاوة، وما أنتم بقائلين في هذا شيئا إلا عرف أنه باطل. لقد حيرتنا. إن أقرب القول فيه أن تقولوا هو ساحر، جاء بقول سحر يفرق به بين المرء وأبيه، وبين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجته، وبين المرء وعشيرته. خسئت أقوالهم. ويقول ناصر الدين ديني في كتابه محمد رسول الله، إن معجزات الأنبياء الذين سبقوا محمدا كانت في الواقع معجزات وقتية، وبالتالي كانت معرضة للنسيان السريع، بينما نستطيع أن نسمي معجزة الآيات القرآنية المعجزة الخالدة، ذلك أن تأثيرها دائم. ومن اليسير على المؤمن في كل زمان وفي كل مكان أن يرى هذه المعجزة بمجرد تلاوة كتاب الله. وفي هذه المعجزة نجد التعليل الشافي للانتشار الهائل الذي أحرزه الإسلام. ومن خلال 10 فصول استطاع ناصر الدين ديني في كتابه محمد رسول الله أن يفند الأكاذيب التي حاول أعداء الإسلام والرسول أن ينشروها، وأن يلقي الأضواء على الإسلام والعصر الحديث وكيف تتطلع أوروبا إلى الروحانية، وأن يؤكد أن مستقبل الإنسانية في هذا العصر موجود في هذا الإسلام الحنيف وفي دعوة محمد صلى الله عليه وسلم. وإنك لعلى خلق عظيم يا حبيب الرحمن وشفيعنا يوم القيامة والفرقان. وغدا في نفس هذا الموعد يصحبكم فتحي لبياري ومجدي سليمان في رحلة جديدة ورؤى جديدة حول السيرة العطرة لخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. المحمد.